دكتور إمام، يعني الرقعة الصور المباشرة التي تنقل لنا تفاصيل العملين الإرهابيين التفجيريين اللذين هزا دمشق صباح اليوم، يعني نعود إلى موضوع المكان، اختيار المكان والزمان، منطقة شعبية مكتظة بالمواطنين، فهذا إن دل على شيء يدل على عنف ودموية وشراسة الهجمة التي والفكر الذي يحمل هذه العناوين الإرهابية الدموية. دكتور إمام، ما تعليقك وتعقيبك عن التفاصيل التي تراها لأول مرة على الهواء مباشرة؟ المشكلة يعني خسائر بالملايين، بيوت تم تدميرها، ناس آمنة تجلس في منزلها، من 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 الطبقات السورية الآن ستقوم بإصلاح بيوتها وسيترتب عليها أعباء. ستقوم طبعا الدولة الآن تقوم بكل التفجيرات، تقوم بالوقوف أمام المواطنين ومساعدتهم في عمليات ترميم بيوتهم وفي مساعدتهم أيضا لإنجاز هذه الأعمال. لكن تم تخريب الممتلكات، تم تخريب السيارات، البنى التحتية يعني كلها من مال نحن السوريين. حتى كما شاهدنا كمان الغرفة التي فيها محطة التحويل الكهربائية قد تضررت، وهذه المحطة تقوم بتحويل الكهرباء وتزويد الكهرباء إلى سكان ذلك الحي. بالإضافة إلى ذلك، تلك الخسارة في الأنفس البشرية، وهي خسارة كبيرة على كل الشعب السوري، لأن هؤلاء لم يكن لهم أي هدف لأن يتواجدوا في هذا المكان سوى القيام بأعمالهم، سوى السعي في كسب رزقهم، سوى الوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم. التوقيت دنيء جدا سيدي، الساعة 8، وهم يعلموا أن الجامعات أنه يوجد محاضرات تبدأ في الساعة 8 في جامعات القطر العربي السوري، يعلم أن الدوام بالمدارس يبدأ من الساعة 8. بأي توقيت مرفوض العنف والإرهاب والقتل؟ يعلم أن الساعة 8:30 يجب أن يتواجد الموظف في دائرته للعمل. اختاروا هذا الأمر لضرب هذه، لشل حركة المواطن السوري. هذا هو الهدف. الهدف هو بس الذعر، الهدف هو إخافة المواطن السوري في الذهاب إلى عمله. ولكن يعني ألا يكفيهم إجراما؟ ألا يكفيهم التفجيرات السابقة التي قاموا بها؟ ألم يشاهدوا أن المواطن السوري عاد في نفس اليوم وذهب إلى عمله، وفي اليوم التالي ورجعت الحياة تدب من جديد في المدن السورية حتى بعد تفجيراته؟ مشكلتهم ما بيفهموا أن المواطن السوري، هؤلاء الأغبياء، سواء من يدفعهم للقيام بهذه الأفعال أو تلك المعارضة الخائنة التي تبث الذعر داخل الوطن السوري، لم يفهموا أن المواطن السوري متمسك بأرضه، لم يفهموا أن هذه الأفعال لا تزيدكم إلا بغضا في نفوسنا. والله لن نرضى أبدا أن يكون لكم دورا واحدا في هذه الدولة لعدة أسباب. أولا، أنتم خارج الوطن، أنتم مرفوضون من الوطن، أنتم مرفوضون من الشارع السوري. لقد ظهر مدى تآمركم على هذا الوطن، وكل إنسان يحمل هذا الفكر الذي تحملونه سوف يتحمل مسؤوليته أمام الدولة وأمام القانون. اليوم في عندي عقد اجتماعي ونكرر هذا الكلام، ما بين الدولة والمجتمع هو القانون، الدستور ومجموعة القوانين الناظمة للعلاقة ما بين الدولة والمجتمع. عدنا إلى نقطة الصفر، نحن دولة، التكافل الاجتماعي، نحن دولة سورية لها رئيس ولها مؤسسات ولها جيش ولها قيادة عامة ولها أبعاد حقيقية داخل سوريا. سوريا كبيرة، سوريا لا تمثل تلك الفئة الصغيرة، سوريا لا تمثل أبدا هؤلاء الناس الذين يريدون الإجرام وبث الذعر. سيدي الكريم، وصلوا إلى مرحلة يعني لن يستطيعوا القيام بأبعد من ذلك. مباشرة إلى جعفر في موقع التفجيرين الإرهابيين. جعفر، أنت معنا على الهواء مباشرة؟
تحية لكم مشاهدينا الأعزاء، بداية الرحمة إلى كل أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذا التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم هنا في هذا الطريق الدولي. كما ترون هذا الطريق الدولي هنا يتواجد الأطفال، يتواجد العمال الذين يذهبون إلى عمالهم، استفاقوا على صوت قوي وربما ذهبوا ضحية هذا التفجير. نأخذ من بعض الأخوة المواطنين الذين استفاقوا على هذا التفجير وهزهم هذا التفجير. يعطيك العافية. الله فيك. احكي لنا شو صار الصبح. كنا نايمين سمعنا صوت انفجار، كانوا الاولاد طالعين على المدارس، طلعنا مثل ما شفتوا هاي المصحف، هاي الاولاد، هاي الدفتر، هاي الدفتر، هذا دفتر شو، دفتر كبير ولا دفتر طفل؟ طفل راي على مدرسته، طفل راي على مدرسته، راي على مدرسته لا يتعلم، لا يصير فهمان، ما مثل هالجاهلين اهل السعوديه واهل حمد الثاني واردوغان اللي مفتكر حاله هتلر. هاي هذا اللي عم يقتلوا، عم يقتلوا اطفالنا، عم يقتلوا نسائنا، عم يقتلوا الشيوخ، عم يقتلوا الخوارنة، ما عم يخلوا حدا. هذه حريته لحمد الندل واردوغان الخاين. انا الطالب الشعب اللبناني والشعب التركي والشعب خليج الشريف، شعب الخليج الشريف، اذا عندكم ذره شرف يا الخليج لازم تقوموا على حكامكم الخونه، عملاء الصهيونيه، عملاء اسرائيل، عملاء اوباما الكلب. لازم يقوم شعب تركيا، شعب لبنان الشريف، شعب المقاومه، لازم يقوموا، لازم ننقل على ديارهم. هذا هو. تصور تصور، شوف الطفل شو راسم، شو ذنب هاي الاطفال. هيك اللحم، هيك اللحم، هاي لحم، هاي هدايا حمد، هاي انا مو، هاي هدايا حمد، هاي هاي هدايا حمد، هاي اردوغان، هاي هدايا، هاي سوريا، هاي هدايا حمد، هاي حريه للاولاد. كما نلاحظ مشاهدينا الاعزاء انها هي ام الطفل الذي ذهب الى مدرسته. هذا عرعوري، خاف الله، هاي المصحف اللي حامله الولد، وينه اللي عم يفتى بالقتل؟ وينه يجي يتفرج؟ هذا الربيع، هاي الربيع بس منه لله. وهي سوريا شو ما ضل، شو ما ضل وشو ما صار، هاي سوريا. ولحنا واع كل يوم بعد يوم، واحد بعد واحد عم يزداد قوة. نحن قوتنا كبيرة، وهي هدية حمد للشعب السوري، هي هدايا حمد للشعب السوري. هذا الطفل يلي رايح المدرسة عم يحارب بالمسطرة ولا بالقلم ولا بالمحاية ولا بالبراية؟ لك عيب عليك يا حمد، عيب عليكم يا عرب، بس حسوا بهالأطفال. أطفال، أنا فقت على صوت الانفجار، أنا جاي زيارة، نايمة عند أختي، 8 إلا 5 أطفال رايحين على المدارس، الموظفين رايحين على المدارس، الأنسات، العساكر، الجيش اللي عم يحمينا. حرام عليك يا حمد، مين عم تقتل أنت؟ عم تقتل أطفالنا، عم تقتل هالشعب السوري. أنت ما قصدك نظام ولا قصدك الرئيس بحد ذاته لأنه هو تاج على راسك، يعني أنت قصدك الشعب حالة السوري. من الانفعالات عفوية، حالة غضب تجتاح الشارع السوري، وهذا أمر يعني يحتاج إلى الكثير. فنحترم ونقدر كل المشاعر التي والرسائل التي يحاول البعض أن يوصلها. فمن يصاب يعني الاستهداف، يعني نعود إلى نقطة الاستهداف. هذه المنطقة الحيوية هي نقطة تقاطع وشريان حيوي يربط دمشق شمالا بجنوبا بشرقا بغربا. يعني ليست العملية استهداف المواطن، ولكن أيضا استهداف البنية التحتية والاقتصادية للوطن. يعني كل الشاحنات التي تأتي من طريق درعا على فكرة تقوم بالالتحاق بهذا المحلق الجنوبي أو المتحلق الجنوبي، ثم هذا المتحلق الجنوبي يصل مباشرة إلى أوتسترات حمص وحلب وبقية المحافظات في الشمال. فأيضا كمان أرادوا ضرب أيضا حركة النقل، حركة البضائع ما بين الشمال والجنوب على هذا المحلق. طبعا يعني سوريا عند مدينة دمشق تستطيع تحويل سير الشاحنات وإكمال هذه العملية. هذا الأمر ليس، ولكن أرادوا ضرب هذه الصورة، أرادوا تعطيل مصالح الناس، أرادوا ضرب مصالح الناس من خلال هذه الأفعال. وهذه الأفعال دنيئة، هذه الأفعال لا تعبر إلا عن فكر إجرامي متأصل في نفوسهم المريضة، في نفوسهم التي تصل إلى حد الارتداد الحقيقي، التي لا تستطيع أن ترقى أبدا إلى المستوى، إلى مستوى الإنسانية على الأقل. يعني حتى يعني كما ذكرتنا قبل قليل وذكرت أخي نضال، إنه حتى لا ترقى
أن الحيوان يقوم بالقتل لأجل غريزته، فيدفعه الجوع للقتل فيرى الدم فيأكل. أما هذا ماذا يدفعه؟ يعني ماذا فعل لك هذا الطفل؟ ماذا فعل لك هذا الطالب؟ يحارب بالقلم والمسطرة والكتاب، كما قال يحارب، لأن عملية البناء التي أرادتها سوريا والسوريون كبيرة جدا. صحيح. أول ردود الأفعال وردت من المركز السوري لضحايا العنف والإرهاب، يستنكر ويدين بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المواطنين والبنية التحتية في دمشق، ويترحم على أرواح الشهداء الذين انضموا إلى كوكبة وقافلة الشهداء التي مرت خلال الفترة الماضية. وهذا أيضا يعيد بنا الذاكرة التي لن تنسى ولم تنسى لا شهداء ولا ما حصل من عمليات إرهابية واستهداف للبنية التحتية والمدنيين، وما حصل اليوم من خلال هذين التفجيرين الإرهابيين هو دليل آخر على إفلاس هذه الجهات ومن يدعمها ويمولها في كسر شوكة وإرادة الحياة المتجددة دائما لدى السوريين. نعيد لكم بالصوت والصورة جولة الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا والتصريح الذي أدلى به، ونترككم مع الصوت والصورة. يا شباب بدي فوت دقيقة بس خليني فوت بعدين يجوا. I would like to express my deepest sympathy with the Syrian people. أود أن أعبر عن تعاطفي مع الشعب السوري وأهالي الضحايا. هذا عمل إرهابي مريع، إنه عمل فظيع لا يستحقه الشعب السوري، وأقدم تعازي العميقة لعائلات الضحايا جميعا. رسالتي واضحة جدا لكل شخص من المتورطين في هذا العمل الإرهابي بأنه لا يشكل حلا لأي مشكلة. لهذا نريد من كل شخص داخل سوريا وخارجها أن يفهم بأن هذا العمل يخلق معاناة لجميع أبناء الشعب السوري. مرة أخرى أقدم تعازي العميقة لعائلات الضحايا. كنا بالدوام ما سمعنا غير صوت الانفجار. انا بيتي ساكن هون، دغري رقدت من الدوام على البيت عشان اشوف اولادي. جينا لقينا كل العالم، جينا صرنا بلشنا نساعد العالم، وبعدين الله لا يوفق بجاه سيدنا محمد. كل العالم كانت هون، كلها كانت طالعه وظيفتها، ما حدا طلع وظيفته، يعني كل ما هالشغله عالم مدنيه، كليات مدنيه هون، يعني طلع على الضرب، طلع العالم حتى جوا بالحارات، تهددت البيوت، تهددت البيوت جوا. الله لا يوفقهم. العيلة مثل ما هي، أولاد الإسعاف العيلة مثل ما هي، العيلة على عيلته بيشيلوها، الإسعاف بيحملوا العيلة على عيلته. ما ضل حيط أخي، ما ضل حيط ينسكن تحته بهاي الحارة، ما ضل حيط ينسكن تحته. التالي دعوة الشي طلعت، بس بدنا نقول لقطر والسعودية، إذا أنتوا عم تقولوا كلمة حرية وما بتعرفوا شو معناتها، نحن منورد حرية لأجدادكم ولآبائكم ولأجداد أجدادكم. هذا الشيء اللي صار بحق العالم مو ظلم؟ والله كلمة حرية ما بيعرفوا شو معنات الحرية. نايمين يا غفل، الله ملينا الاول صوت طلع، الله لا يوفقهم يا رب. الوهابيه الله لا يوفقهم، ما بخافوا الله. طلعنا اخذنا ماما والاولاد على ثاني غرفه، ملينا الا ثاني صوت طلع والباشات كلها راحت علينا. ليكو بيتي خفان انا، وليكو بيت العالم، ليكو هذا بجوز من الله هذا العالم؟ هذا شيء ما بيدو، ما بعرف يعني مين غير قطار. الله لا يوفقك يا حمد. الحارة كلها يا أخي، طلع كلها، رقدنا بالأولاد أول تفجير وثاني تفجير، ما صرنا بنص الطريق إلا صار التفجير الثاني. هاي الحرية تبعيتهم؟
كنا نايمين أم دغري ما لقينا غير الإزاز وكل الحارات. ياتي كنا قاعدين سبعنا نايمين في الزنا بعمل خليها تحكي. شوف هالرعب اللي رعبوا له هالرعب. ليش أنا شو عمل لهم؟ بس شوفوا ما لهم عليهم ولا أنا عمل لهم. أنا عمل لهم ما لهم عليهم. شو زنبون هدول يا شباب؟ شو زنبون هدول؟ والله يا عبد الله من المدرسة ونيجا ونيجا هيك البنات عم يكتبوا والله أبو العلمة من المدرسة البنات كلنا حبيبكم من المدرسة كلنا عم يبكوا. الله ينتقم منهم بابا. الله ينتقم منهم يا عمر. إن شاء الله اللي عنا عندهم يا رب. يا رب يا رب. إن شاء الله اللي عنا عندهم يا رب وبأغلى ما عندهم يا رب. يا رب يا رب. عم ننام على رعب ونطيع على رعب. حمد شو بده؟ شو بده حمد لخربان البيوت؟ هاي البشر هاي شو ذنبه؟ ما عندن أطفال، ما عندن أشغال وأعمال. هو قاعد لحط ظهر وقف الكرسي ظهر ينكسر إن شاء الله. يعني شو بده حمد؟ يبعث له الجلطة إن شاء الله. فاتت من أول حي طلعت من الثاني، ولو الولادة بالأرض روحتون. الله لا يوفقني. كنا مع هذه اللقاءات بصوت وصورة التي تتحدث عن التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا صباح اليوم وهزاء العاصمة ومشاعر كل من لديه مشاعر من المواطنين السوريين والإنسانية في أجمع. ولكن أعود إلى التصريح الجنرال روبرت مود رئيس باسة المراقبين الذي تحدث بشكل واضح وقال رسالتي واضحة لكل شخص متورط في هذه العملية بأن ذلك لن يشكل حلا. يعني أعتقد بأن هناك العديد من ردود الفعل التي ستظهر عبر شاشات الفتنة منددة وتقول أن هناك تورطا لدى البعثة، فهم منذ اليوم الأول قالوا عدم جدوى هذه البعثة وعدم جدوى القدوم إلى سوريا لأن هناك مخططات وتعاون الحكومة السورية أفشل كل المخططات التي كانت تستهدف النيل من سوريا وصمودها وونيتها عبر مستويات مختلفة. أعود ضيفي وضيفكم في الاستوديو دكتور إيمان. تفضل دكتور. هلا خليني